ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في فقراتنا النهارده في برنامج سوبر كيدز، والفقره بعنوان السيره النبويه. اولا عاوزه اقول سندس ومحمد منورين الحلقه النهارده، وطبعا فكره الحلقه حلوه جدا، وفي اصحابنا كتير بيتابعونا فعاوزين يعرفوا منكم معلومات. فهنبدا مع سندس. الاول يا سندس عرفينا بنفسك. انا سندس محرز 14 سنة، هتكلم النهاردة عن حسن أخلاق سيدنا محمد عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. هنبدأ معاكي ونسمع. ماشي. وأحسن منك لم ترى قرة عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وصف الله تعالى نبيه الكريم وحسن وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وفي هذا إشارة واضحة إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلق وحسن خلقه. وليس ذلك عجب إذا أن الله لن يصطفي من عباده أنبياء إلا وأحسنهم. وكان يعرف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالصادق الأمين، إشارة إلى صدقه في الأقوال والأفعال، وأمانته في رد الودائع والتجارة والبيع والشراء، وعرف بنبل أخلاقه، وعرف بتواضعه حيث كان يجلس مع الفقراء والمساكين. وقال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وتحلوا بأخلاق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برافو عليك يا سندس. طبعا بنهني كل الأمة الإسلامية المولد النبوي، كل سنة وانتم طيبين. سندس انتي برافو عليكي، اتكلمتينا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا مهما تقولي الكلام مش هيكفي يعني، بس انتي كنتي النهاردة متوترة شوية صح؟ انتي متوترة شوية، سمعتك في البروفة احسن من كده كمان، بس برافو عليكي. عرفتي اصحابنا والاطفال الصغيرين اللي بيتفرجوا علينا حاجات كتير. حابة تقولي اي حاجة تاني؟ لا شكرا. خلاص كده؟ مش حابة تقولي للناس كل سنة وانتم طيبين؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وانتي طيب. معانا بقى ضيف جديد، معانا محمد رامي، صح كده؟ طيب عرف بقى نفسك الاول لاصحابك لاول مرة بيشوفوك. انا اسمي محمد رامي، عندي 10 سنين وفي جريد 5. طيب محمد قولي انت الاول نفسك تطلع ايه ومواهبك ايه، كلمني عن نفسك. مواهب السباحة وبعرف ارسم والتمثيل. كل ده شاركت ثلاثة. في اي حاجة قبل كده ولا لسه؟ في المدرسة. شاركت في المدرسة. مسرح المدرسة. برافو شاطر، يعني ممثل جامد يعني، نعتمد عليه ان شاء الله. قولي بقى نفسك لما تكبر تطلع ايه. انا نفسي اطلع قبطان بحري. دي حاجة رابعة. ده بعيد عن المواهب بتاعتك خالص، دي حاجة رابعة ان شاء الله. طيب قول لي يا محمد، انت دلوقتي بتقول لي بمثل وبترسم صح كده؟ وايه تاني؟ وسباحة. وبتتدرب سباحة بقالك قد ايه بقى بتتدرب على نفسك؟ التمثيل ده عرفت اكتشفت موهبتك ازاي؟ مين اللي اكتشفها؟ لا هو انا في البيت بمثل عادي، اي حاجة بشوفها بحب اقلدها. يعني ماما ما التلفزيون. ساعدتكش خالص؟ لا. عملتوا كده على طول. طيب قول لي يا محمد، انت النهارده جاي تقدم لنا ايه؟ هتكلم عن المولد النبوي. المولد النبوي عليه الصلاه والسلام. طيب قول لي بقى، انا هسالك اسئله ولا انت تحب تكلمنا؟ لا انت تساليني اسئله. انا هسالك اسئله. طيب احنا في اطفال صغيرين بيتفرجوا علينا، صح؟ هم هيستفادوا. صح، انت المفروض تيجي طبعا مكاني، انت مذيع شاطر. فانت قول لي دلوقتي، احنا هنتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وهنقول معلومات بسيطه وخفيفه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهسالك اول سؤال، مش هنسال بقى بالترتيب بقى. احنا نسال دلوقتي، سندس كانت بتقول لقب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ايه؟ الصادق الامين. طيب قول لي ليه النبي عليه الصلاه والسلام سمي بالصادق الامين؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والامانه، حتى لقب بالصادق الامين. وكانت قريش اذا ذهب او جاء يقولون: جاء الامين، ذهب الامين. عليه افضل الصلاه والسلام. طيب قول لي بقى، اصحابنا عاوزين يعرفوا نشأة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمنا عن نشأة الرسول. ولد في عام الفيل، وماتت امه في سن مبكرا، وكان يرعى الغنم وكان يشتغل في التجارة، وتزوج خديجة بنت خويلد في سن 25، ونزل عليه الوحي في سن 40. برافو يا محمد.
برافو، اصحابنا هيستفادوا منك كتير. طيب تقدر بقى تقول لي علامات النبوة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ علامات النبوة لما أم والدته كان نور طالع من وشها وأضاءت قصور الشام كلها، والحجر والأشجار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليها وكان بيتعبد في غار حراء. برافو عليك يا محمد، استفدتي منه في معلومات ما كنتيش عارفاها. اكيد في كذا معلومة كنت شفت فدت الناس ازاي، وكمان اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا. حابب تضيف اي حاجة تاني؟ لا حابب توجه رسالة لأي حد؟ كل سنة وانتم طيبين. طيب كل سنة واحنا طيبين. مش حابب توجه رسالة لماما لبابا لأي حد؟ ها يلا. شكرا برضو. شكرا. توجه رسالة لماما ايه؟ مش ماما بتساعدك، ماما هي بشكرهم على اللي هما بيعملهولي. برافو عليك. قولي انت عندك اخوات؟ طيب انت الحلقة اللي جاية ان شاء الله عاوزة اشوف منك التمثيل. انا حاسة منك يطلع منك ممثل شاطر قوي، صح؟ ويطلع منك مذيع شاطر قوي. احنا عندنا فقرة في البرنامج على فكرة المذيعين الصغار منهم سندس، بس سندس النهارده حبت تقدم عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فبرافو عليك، انا مبسوطه بيك جدا وحاسه ان انت يطلع منك مواهب كتير، هنظبطها مع بعض. حابين تقولوا اي حاجه تاني؟ لا سندس حابه تقولي اي حاجه؟ بشكركم جدا جدا، كنتم منورين الفقره دي. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل في فقره جديده.